أول حاجة في الجيوديسيا هي مراحل تحديد المواقع. مراحل تحديد المواقع كان قديما بيحددوا المواقع بالمعالم الثابتة، يعني مثلا الطريق ده، ده الطريق ده موازي لجبل فلاني، وبعديه بتعدي النهر الفلاني، بيوصف المكان اللي هو فيه بالنسبة للمعالم الطبيعية اللي كانت حواليه. ده كان قديما. طب لو كان بالليل كان بيوصفوا الموقع بتاعهم عن طريق اتجاه القطب الشمالي، عن طريق النجوم، مجموعة النجوم، الدب الأكبر أو المغرفة اللي هي الشكل ده، كان بيحددوا من الشكل ده اتجاه الشمال عن طريق رصد النجوم ليلا. مع الوقت بدأ يطلعوا أجهزة، طلعوا حاجة اسمها البوصلة، فالبوصلة بدأوا يعرفوا منها اتجاه اسمه اتجاه الشمال المغناطيسي. يبقى كان قديما بيوصفوا بالنهار بالنسبة للمعالم الثابتة، عندي جبال، عندي أنهار، عندي وديان، عندي كذا، وبالليل كانوا بيحددوا الموقع أو الاتجاه بتاعهم عن طريق مجموعة الدب الأكبر أو مجموعة النجوم المغرفة، يحددوا اتجاه القطب الشمالي بيها. لما طلعوا البوصلة بدأوا بيعرفوا البوصلة، يعرفوا اتجاه الشمال المغناطيسي عن طريق البوصلة. مع التطور بقى بدأوا يطلعوا نظام اسمه نظام لوران وديكا، يعني حديثا بقى طلعوا نظام اسمه لوران وديكا. لوران وديكا ده شباب عبارة عن ايه؟ عبارة عن أجهزة إرسال وأجهزة استقبال. أجهزة إرسال محطوطة على سطح الأرض، وأجهزة استقبال موجودة على سطح السفن. يبقى أنا حاطط أجهزة إرسال على مناطق معينة في سطح الأرض، والسفن موجود عليها أجهزة استقبال. كانت السفن بتستقبل الإشارة من أجهزة الإرسال الموجودة على سطح الأرض، وبتعرف مكانها، موقعها في عرض البحر. لكن كان بيعيب النظام ده إن لو في عائق بيعيق وصول الإشارة من الإرسال اللي هو على الأرض للاستقبال اللي هو على السفن، كان الإشارة مش هتوصل، وبالتالي مش هتعرف تحدد موقع السفينة. يبقى كان يا شباب المشكلة بتاعت النظام ده إن لو في جبل مثلا، الإشارة مش هتعدي الجبل، خلاص خلص الموضوع. إذا مشكلة نظام لوران وديكا هو وجود العوائق اللي بتعيق مسار الإشارة. الموضوع ده اتطور أكتر لما دخلنا في عصر الأقمار الصناعية. عصر الأقمار الصناعية يا شباب غير مسار تحديد المواقع. احنا نظام لوران وديكا أجهزة تكنولوجيا، لكن الأقمار الصناعية حاجة تانية مختلفة. أول مجموعة أقمار صناعية استخدمت في تحديد المواقع اسمها مجموعة أقمار ترانزيت. ترانزيت مجموعة أقمار عددها 6 أقمار بيدوروا في 3 مسارات، 3 مدارات. ارتفاع القمر عن سطح الأرض كان 1000 كيلومتر. تاني، مجموعة أقمار ترانزيت كانوا 6 أقمار صناعية بيدوروا في 3 مدارات، وارتفاعهم 1000 كيلو عن سطح الأرض. كان واحد عايز يحدد الموقع بيبقى واقف بجهاز استقبال يرصد على الأقمار الصناعية دي، على مجموعة الأقمار الصناعية دي. لكن كان النظام ده ليه مشاكل كتير. أول مشكلة، 6 أقمار دول عدد قليل جدا، مش هيعرف يغطي الكرة الأرضية ككل. أنا لو واقف في مكان معين ولقطت قمر او 2 او 3، انا محتاج عشان احدد موقعي 4 اقمار صناعيه. تخيل الاقمار كلها اللي بتدور حوالين الارض 6، فانا واقف في مكان معين مش شرط الاقي الـ6، ومش شرط الاقي واحد كمان، بلاقي عدد قليل من الاقمار الصناعيه. اذا عشان اوصل الاقي 4 اقمار، انا ممكن اتنيني واقف في مكان معين فتره طويله جدا، فتره طويله جدا عشان توصل ان انت ترصد في مجال الرؤية بتاعتك 4 أقمار صناعية، وممكن كمان ما تلاقيش الـ4 أقمار صناعية في أماكن معينة، مش هيوصل لها الـ4 أقمار صناعية. إذا عدد قليل جدا ما كانش مغطي الكرة الأرضية ككل. كمان الارتفاع اللي هو الـ1000 كيلومتر ده، الأقمار الصناعية قريبة من الأرض، فكانت بتتأثر بمجال الجاذبية الأرضية، كانت بتتأثر بمجال الجاذبية الأرضية. فدول كانوا العيبين الموجودين في أنظمة ترانزيت. بعد كده أمريكا طلعت أقمار الجي بي إس. أقمار الجي بي إس، والجي بي إس هو نظام تحديد المواقع العالمي الأشهر عالميا، عبارة عن 24 قمر، يعني مش 6 قمر بس، لا، تزودوا عدد القمر ل 24 قمر.
بيدورهم في كم مدار؟ في 6 مدارات، بواقع 4 أقمار صناعية في كل مدار، ارتفاعهم 20200 كيلومتر من سطح الأرض. النظام ده شبه عالجلي المشكلتين اللي هما مشكلة العدد القليل للأقمار اللي هو 6 أقمار، إذا بقى عندي 24 قمر صناعي. إذا أنا وأنا واقف في أي مكان على سطح الكرة الأرضية وفي أي زمان وفي أي وقت بتلاقي على الأقل 4 أقمار صناعية اللي أنت محتاجهم. وهنعرف إحنا ليه محتاجين 4 بالذات. أنا ممكن ألاقي 5 و6 و7 في أنظمة الجي بي إس. إذا النظام ده طلع على 24 في المدارات دي وفي الارتفاع ده عشان على الأقل، عشان على الأقل تلاقي 4 أقمار صناعية في أي وقت وفي أي زمان. والارتفاع طبعا 20200 ملوش دعوة بمجال الجاذبية الأرضية خالص. في أقمار صناعية روسيا طلعت مجموعة أقمار صناعية يا شباب اسمها جلوناس. جلوناس 24 قمر برضه، بس بيدوروا مش في 6 بقى، في 3 مدارات، ارتفاعهم 19100 كيلو. نظام جلوناس نظام مشهور جدا زي الجي بي اس، لكن في مصر احنا الأشهر بالنسبة لنا هو جي بي اس، لكن في دول شغالة بجلوناس. وفي خد بالك انظمه كتير غير جي بي اس وجلوناس، في نظام جاليليو وفي نظام صيني برضه. نظام جاليليو ده نظام اتحاد اوروبي، وفي نظام صيني انظمه تحديد مواقع. يبقى انا مش شرط الجي بي اس بس، لا في جلوناس وفي جاليليو وفي غيرهم. تعالى بقى نقارن بين الثلاث اقمار صناعيه، ثلاث مجموعه او انظمه الاقمار الصناعيه، ترانزيت، جي بي اس، جلوناس. العدد الاقمار في ترانزيت كان 6 قليل، ما كانش بيغطي الكره الارضيه. في جي بي اس وجلوناس بقى 24. عدد المدارات كان هنا 3 هنا 6 هنا 3. الارتفاع عن سطح الارض كان قليل، هنا 1000 هنا بقى 20200 هنا 19100 كيلو. فتره دوران القمر حوالين الارض كان هنا 105 دقيقه، هنا 12 ساعه و11 ساعه وربع. طبعا هنا قليل ليه يا شباب؟ 105 دقيقه ليه؟ عشان ارتفاعهم عشان قريب عدد جدا. لا هو لا لا، عددهم فتره قليل. دوران، لا لا مش العدد. بص، عشان فترة دوران القمر الواحد، القمر الواحد منهم، عشان هم قريبين يا باشمهندس من سطح الأرض 1000 كيلو متر، فهياخدوا وقت قليل عشان يلفوا الكرة الأرضية دورة كاملة. لكن أنت لو على ارتفاع بقى 20200 كيلو متر، لا هتاخد وقت أطول، 12 ساعة. طب قلت شوية بقت 19100 متر، 19100 كيلو متر، عندك 11 ساعة وربع. إذا الفترة دي بتتوقف على ارتفاع القمر الصناعي نفسه، لو قريب من بس الأرض يبقى يلف. أيوه هي النظر اللي من أول ما قلنا لحد دلوقتي، النظر ده مطلوب مننا يعني. طبعا طبعا تمام. مطلوب. المادة شباب، المادة معظمها نظري، مادة جيوليسيا معظمها نظري. النظر اللي احنا بنشرحه ده قليل، لأن في نظري اسمه نظري عن الجي بي اس، عن الجي بي اس، هتاخد الجي بي اس بالتفصيل، في نظري كتير جدا. فالماده فيها نظري كتير وفيها مسائل، هناخد النهارده شويه نظري بس. النظري ده يعتبر بسيط، ما احنا شرحناش نظري كتير يعني. يعني الامتحان بيجي فيه نظري كتير. بالظبط، بيجي في نظري كتير يا باشمهندس. تمام ماشي، تسلم. عندك معطيات الجهاز، الجهاز ترانزيت بيديني الاحداثيات عباره عن ايه؟ بيديها لي في صوره لامدا وفاي واتش. ايه لامدا؟ زاويه خط الطول. ايه فاي؟ زاويه خط العرض. ايه اتش؟ الارتفاع الاليبسويدي. لو انتوا تفتكروا لامدا واتش وفاي خدناها في سنه اولى، اللي هي الاحداثيات الجغرافيه، الاحداثيات الجغرافيه، زاويه خط العرض فاي، زاويه خط الطول لامدا، زاويه والارتفاع الاليبسويدي اتش. لكن الجي بي اس وجلوناس بيدوني الاحداثيات في صوره احداثيات كارتيزيه اكس واي وزد، اكس واي زد. عشان احدد مسافه بين النقطه المحتله والقمر الصناعي، ازاي احدد مسافه؟ مهندس، نعم. هو الجي بي اس مش بيدينا الدلتا تي كمان اللي هو البعد الرابع ولا؟ جاي لك عشان انا بدخل، انا بقى مرتب الدنيا. هيدينا طبعا البعد الرابع اللي هو الخطأ في الزمن. خليك بس معايا انا هشرحه دلوقتي. ليه يا شباب؟ انا قلت لكم احنا محتاجين 4 اقمار صناعيه على الاقل. خليكم معايا كده، انا عندي ده قمر صناعي، هو ده قمر صناعي اول، قمر صناعي ثاني، قمر صناعي ثالث، قمر صناعي رابع. انا واقف هنا على سطح الارض بجهاز الاستقبال عند نقطه الف، انا محتاج احدد موقع الف اللي هو سين الف صاد الف عين الف، وانا واقف بالجهاز عندها. اول حاجه يا شباب، القمر الصناعي بيرسل اشاره لجهاز الاستقبال، اشاره بتمشي في المسار ده. وفي القمر الصناعي 4 ساعات ذريه لتحديد الزمن، دقه الساعه 10 اس سالب 13 من الثانيه. القمر الصناعي مكانه معروف، سين وصاد وعين معروفة.
عشان احدد مسافه عن طريق سرعه الاشارة، الزمن المحسوب عند المعادله بتساوي المسافه بتساوي السرعه في الزمن. دي اشاره، ده ضوء بيرسل من القمر الصناعي لنقطه الاستقبال الموجوده على الارض. بيتحدد زمن وصول الاشاره ده عن طريق ساعات موجوده في القمر الصناعي وساعات موجوده في جهاز الاستقبال. انا متعمد اقول ساعات موجوده في القمر الصناعي وساعات موجوده في الجهاز الاستقبال، لان الساعتين مش زي بعض، الساعات هنا دقتها ساعات ذريه دقتها عاليه وهنا ساعات عاديه. عشان كده هقول لك معلومه مهمه دلوقتي. خلينا بس نقول المسافه بتساوي السرعه في الزمن. السرعه اللي هي سرعه الاشاره كام؟ سرعه الضوء كام؟ 3 في 10 اس 8 متر في الايه؟ في الثانيه. زمن انتقال الاشاره، ماشي يا باشمهندس، الزمن ايه المشكله؟ ما خد بالك، مش في فرق في دقه الساعه المستخدمه في جهاز الاستقبال اللي هو على الارض والساعه الذريه الموجوده في القمر الصناعي؟ في فرق في الدقه، اذا في خطا في الزمن، في خطا في الزمن اسمه دلتا زي. الخطا في الزمن ده شباب ده مجهول رابع كمان، يعني انت عايز تحدد السين والصاد والعين بتوع النقطه وتحدد كمان مقدار الخطأ في الزمن، لأن أنت بتستخدم ساعات عادية في جهاز الاستقبال. طب يا باشمهندس أنا خلاص مفيش مشكلة، الف بتساوي السرعة في الزمن، لو أنا معايا الف هعمل معادلة إزاي؟ لو أنا عايز ف واحد دي يا شباب عبارة عن إيه؟ ف واحد دي المسافة بين نقطة ألف ونقطة واحد، اللي هي إيه؟ جذر فرق السينات تربيع وفرق الصاد تربيع وفرق عين تربيع، ما هو نقطتين، نقطة ألف ونقطة واحد، نقطة واحد اللي هي سين واحد وصاد واحد وعين واحد اللي هم دول، ديت وديت وديت خاصين بالقمر الصناعي نفسه، احداثيات معلومه، يبقى دول معلومين. اللي انا عايز اجيبه سين الف وصاد الف وعن الف، دول اللي انا عايز اجيبهم. اضافه الى ذلك عايز اجيب مقدار الخطا في الايه؟ في الزمن. دول كم مجهول؟ اربع مجاهيل. اربع مجاهيل يبقى يلزم لي اربع معادلات. انت كده رصدت على معادله واحده على قمر صناعي واحد وجبت لي معادله، هرصد على القمر الثاني واجيب فيه اثنين، سرعه في زين زائد دلتا زين، وجذر فرق السينات وفرق الصادات وفرق عين، ارصد على قمر رابع ثالث وارصد على قمر رابع. يبقى انا رصدت وكونت اربع معادلات في كم مجهول بقى؟ مجهول سين الف وصاد الف وعين الف وفرق الزمن، مقدار الخطا في الزمن. فهمنا يا شباب احنا ليه عشان تحدد احداث نقطه بدقه عاليه يلزم كم قمر صناعي؟ اربع اقمار صناعيه. الجي بي اس وجلوناس بيوفر لك في اي مكان وفي اي زمان على الاقل اربعه، ممكن تلاقي خمسه وسته وسبعه وعشره، ممكن تلاقي اي عدد، بس على الاقل مش هتلاقي اقل من اربعه. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ اشكال سطح الارض. اشكال سطح الارض يا شباب مبدئيا الارض شكل غير منتظم، شكل غير منتظم، في تعاريك كتير، في مناطق اعلى من سطح البحر بيتقال على مناطق اليابسه، ومناطق سطح الارض لما يكون اوطى من سطح الميه بيتقال على مناطق البحار والمحيطات، وهو شكل غير منتظم ليس له معادله، ليس له معادله رياضيه تمثله، لا يمكن اي اجراء اي حسابات عليه. بدا علماء المساحه يقربوا، يقول لك احنا خلاص هنشتغل على حاجه اسمها الجيويد. الجيويد هو سطح الميه. قال لك يا باشمهندس طب ما سطح الميه متصله حوالين الكره الارضيه، وسطح الميه ده سطح املس، طب ما ناخد السطح الجيويد ده سطح الميه نعتبره ونقربه ونعتبر ان هو سطح الارض، مفيش مشكله. انت قللت التعريج، الميه ما فيهاش تعريج، بقى السطح الجيويد سطح الميه ده اسهل من الشكل الغير منتظم اللي هو في الاول ده، لكن الا ان الجيويد برضه ملوش معادله رياضيه، ملوش معادله رياضيه تمثله. خليكم معايا دقيقه واحده بعد اذنكم.
سامعيني يا باشمهندسين؟ تمام ايوه والله. يا باشمهندس، سامعني حضرتك. ماشي يا شباب، الجيويد احنا قلنا سطح الميه املس، سطح املس ما فيهوش تعريج، سطح اسهل من السطح الغير منتظم، الا ان الجيويد برضو مالوش معادله رياضيه. فالعلماء قال لك عايزين ندور على السطح المنتظم، الشكل المنتظم القريب لسطح الارض واللي ليه معادله رياضيه. لقوا ان الاليبسويد او الاسفرويد سطح ليه معادله رياضيه تمثله، وهو اقرب الاشكال لتمثيل سطح الارض، اللي هو السطح الاليبسويدي او السطح الناقص الدوراني او السطح الناتج من دوران قطع ناقص دوره كامله حوالين محوره الازرق. السطح ده يا شباب سطح قطع ناقص اليبس، لو دار حوالين المحور الصغير بتاعه دورة كاملة هيكون لك سطح بيضاوي أو إليبسويدي أو سفرويدي. السطح ده ليه نصف محور أكبر ألف وليه نصف محور أصغر ب. نسبة الانبعاج السطح ده طبعا سطح في انحناء، سطح منحني وسطح منبعج لأن ليه قطر أكبر وقطر أصغر. نسبة الانبعاج بتاعته بتساوي ألف ناقص ب على ألف، حيث ألف نصف المحور الأكبر وب نصف المحور الإيه؟ الأصغر. وتقريبا نسبة انبعاج الكرة الأرضية بتتراوح في حدود 1 على 300. مش هنصف حدود ازاي؟ مش المفروض نسبة ثابتة؟ خد بالك. في كذا إليبسويد يا شباب، كل عالم بدأ يطلع أرقام للإليبسويد ده. مفيش حاجة اسمها إليبسويد ثابت للكرة الأرضية، لا، كل عالم بدأ يطلع إليبسويد. في إليبسويد هيلمرت، في إليبسويد دبليو جي اس 84، اس جي اس، في كذا إليبسويد هتلاقيهم موجودين عندك في الكتاب. كل اليبسويد ليه الف وب وجيم مختلفين، لكن كلهم بيتراوحوا في حدود الواحد على ايه؟ على 300. يبقى حسب العالم اللي اختار الابعاد اللي هي الف وب وجيم الاقرب انها تكون مماثله لسطح الارض الطبيعيه، فعشان كده في اختلاف بين العلماء في الموضوع ده. فالف وجيم معروفه لاي اسفرويد، في جدول كده بيقول لك الالف كذا وجيم، امال ب خلاص مش هنسمع المعادله موجوده معاك، احسب ب، ج بتساوي أ ناقص ب على أ، احسب منها إيه؟ ب. يبقى إحنا كده عرفنا نسبة الانبعاج. معلومة كده على السريع، ليه الإليبسويد أفضل الأشكال التقريبية يا شباب؟ لقوا إن الفرق في الارتفاع بين الإليبسويد وبين الجيويد عند أي مكان على السطح الكرة الأرضية لا يزيد عن 100 متر، و100 متر بالنسبة للكرة الأرضية ده رقم بسيط، إذا مفيش فرق ارتفاع كبير بين الإليبسويد والجيويد، أكبر فرق عند أي نقطة لا يزيد عن 100 متر. كمان العمود على الجيويد اللي هو الميه كان العمود عليه هو الجاذبيه الارضيه، العمود على الاليبسويد مش هو الجاذبيه، بس لقوا ان الفرق في الزاويه بين العمود على الاليبسويد والعمود على الجيويد لا تزيد، زاويه صغيره جدا يمكن اهمالها عمليا، وبالتالي اعتبر يا باشمهندس ان الاليبسويد ده العمود عليه هو الجاذبيه الارضيه بس بشكل تقريبي. عشان كده العلماء اختاروا بالذات الاليبسويد او الاسفرويد كأفضل الأشكال لتمثيل سطح الأرض. بصوا يا شباب، معايا دلوقتي إليبسويد فيه ألف وفيه ب وفيه جيم، عندي أربع خصائص أنا أعرفهم عن الإليبسويد. حاجة اسمها الاختلاف المركزي الأول والاختلاف المركزي الثاني، فيه واحد وفيه اثنين. الاختلاف المركزي الأول فيه واحد جذر ألف تربيع ناقص ب تربيع على ألف تربيع، والاختلاف المركزي الثاني جذر ألف تربيع ناقص ب تربيع على ب تربيع، يبقى واحدة بتقسم على أ تربيع واحدة بتقسم على ب تربيع. الاختلاف المركزي الأول تقسم على أ تربيع، الثاني تقسم على ب تربيع. ده خاصية زي ما احنا قلنا نسبة الانبعاج بتساوي أ ناقص ب على أ، دي خاصية كمان للإليبسويد اللي هو الاختلاف المركزي الأول والاختلاف المركزي الثاني. عرفنا القوانين بتاعتهم بيتحسبوا إزاي ودول هيدخلوا معانا في المسائل. عندي خاصية كمان حاجة اسمها نصف قطر الانحناء الأول ونصف قطر الانحناء الثاني. نصف قطر الانحناء الاول ر واحد وره اتنين عباره عن ايه؟ الف ناقص ف ناقص الف في واحد ناقص ف واحد تربيع على واحد ناقص ف واحد تربيع في جا تربيع فاي، الكل اس 3 على الاثنين. ماشي يا باشمهندس، واحده واحده. الف معروفه نصف المحور الاكبر، ف واحد ما هي يا باشمهندس ف واحد احنا لسه قايلينها فوق اللي هي الاختلاف المركزي الاول حسب المعادله ده، تمام، على واحد ناقص في واحد تربيع في جا تربيع فاي، في جا تربيع فاي ايه؟ فاي زاوية خط العرض. مش احنا قلنا
الاحداثيات الجيودسيه او الجغرافيه لسطح الارض بتيجي عن طريق لندا وفاي واتش. لندا زاويه خط الطول، فاي زاويه خط العرض، اتش اللي هو الارتفاع الاليبسويدي، فاي بقى اللي هي زاويه خط العرض. يبقى ده من ضمن احداثيات النقط، فاي اس 3 على الاثنين. وخد بالك خد بالك، نصف قطر الانحناء الاول المجهول الوحيد اللي هو داخل معايا وهو المفروض احداثيات نقطه هي فاي. طب الزاويه نصف قطر الانحناء الثاني ار 2 الف على واحد مقاس فيه واحد تربيع في جتا تربيع فاي اس نص. خليكم معايا دقيقه واحده عشان بعد اذنكم. النصف قطر الانحناء الثاني ار 2 الف على واحد ناقص في واحد تربيع في جا تربيع فاي اس نص. برضو الف خلاص معروفه نصف المحور الاكبر في واحد اللي هي الاختلاف المركزي الاول محسوب بالقانون. جا تربيع فاي، فاي اللي هي ايه؟ زاويه خط العرض. اذا يا شباب اربع معادلات بيحسبوا لي اربع خصائص للإليبسويد فيه واحد وفيه اثنين، دول ما فيهمش مشكله لانهم بيتحسبوا بالف وب مباشر. نصف قطر الانحناء الاول ار 1 ونصف قطر الانحناء الثاني ار 2 دول بيتحسبوا عن طريق الف وعن طريق فيه واحد اللي هي الاختلاف المركزي الاول وعن طريق زاويه خط العرض فاي، وعن طريق زاويه خط العرض فاي. الكلام ده كله هيوضح في المسائل. انا بحسب الاربع خصائص دول ليه يا شباب؟ عشان انا وانا معايا احداثيات جغرافيه ومعايا احداثيات كارتيزيه انا بحتاج احول بينهم. الاحداثيات الجغرافيه اللي هي لندا وفاي و اتش، زاويه خط الطول، زاويه خط العرض، والارتفاع الاليبسويدي. والاحداثيات الكارتيزيه اللي هي اكس وواي وزد دي معروفه بالنسبه لنا س وص وعين. لو انا معايا احداثيات جغرافيه وعايز احول لاحداثيات كارتيزيه والعكس لازم نمر على تحويلات معينه هنستخدم فيها الاختلاف المركزي الاول والثاني ونصف قطر الاول والثاني. لكن التحويلات عندنا ثلاث معادلات بيحولوا الاحداثيات الجغرافيه الى احداثيات كارتيزيه. الاحداثيات الجغرافيه اللي بتحول الاحداثيات الكارتيزيه عندي اكس وواي وزد. الاكس بتساوي ار 2 زائد اتش في كوزين فاي في كوزين لندا. يبقى انا معايا لندا وفاي واتش، ازاي اجيب اكس؟ ار 2 زائد اتش. ايه ار 2؟ اه ما هي دي ار 2 ده اللي احنا قلنا عليها نصف قطر الانحناء الثاني اللي هو بيتحسب من المعادله الأخيرة ديت، اللي بتحسب من المعادلة الأخيرة ديت. يبقى يدخل معايا في التحويل ار 2 زائد اتش في كوزين فاي كوزين لندا، ادا الاتش وادا اللندا وادا الفاي والاتش واللندا، وهنضيف عليهم بس ار 2 هنحسبها من المعادلة نجيب الاكس. طب نجيب الواي ازاي؟ ار 2 زائد اتش في كوزين فاي في ساين لندا، معايا لندا وفاي واتش هنضيف عليهم ار 2 عشان نعرف نجيب واي. اتفضل يا باشمهندس اسم. الاتش هي الارتفاع الاليبسويدي. الاتش هي الارتفاع الاليبسويدي، يعني ارتفاع نقطه عن سطح الاليبسويد. لو انا عندي جبل معين، جبل معين ونقطه قمه الجبل، فين الاتش بتاعتها؟ هي ارتفاعها عن سطح الاليبسويد بتاعنا، هو ده ارتفاع النقطه اتش. ده من ضمن الاحداثيات الجغرافيه. تمام. يبقى فاي ولندا واتش، انتوا فاكرين فاي ولندا واتش دي ولا اشرحها لكم يا شباب؟ لا اشرحها لنا. اشرحها لكم؟ ثانية واحدة خليكم معايا.
خليكم معايا شباب كده، الناس شايفة السلايد دي؟ ايوه لا يا باشمهندس، اللي هي القديمة. القديمة ولا جديدة؟ أنا دلوقتي واقف على إحداثات الجيودسية، بص كده. ايوه صحيح. شايفين شيء ده؟ خليكم معايا شباب، الإحداثات الجيودسية أو الجغرافية عبارة عن إيه؟ لو أنا متخيل الكرة الأرضية عندي قطبين، القطب الشمالي الجغرافي والقطب اللي تحت ده القطب باشمهندس الجنوبي. احنا واقفين على اللي هي الجغرافية والكارتيزية اللي هي كانت في الملف لا الأولاني. لا لا، ثانية واحدة. شيرت كده يا شباب؟ اه تمام يا باشمهندس. خليكم في السلايد ده عشان هي دي اللي هتفهمكم يعني احداثات جغرافيه. الاحداثات الجغرافيه شباب والجيوديسيه، احنا في نقطتين عايزين نفهمهم، يعني ايه فاي ويعني ايه لمضه. لو انا تخيلت الكره الارضيه بالشكل ده، وده القطب الشمالي الجغرافي والقطب الجنوبي الجغرافي، القطب الجنوبي الجغرافي والقطب الشمالي الجغرافي دول نقطتين ثابتين على الكره الارضيه. لو انا تخيلت ان في هنا خط اللي انا ماشي عليه ده خط طول اسمه خط طول جرينتش، وعندي دايره هنا، لا الدايره اللي انا ماشي عليها دي اسمها دايره خط الاستواء، دايره خط الاستواء. دول دايرتين ثابتين، خط طول جرينتش ودايره الاستواء. لو انا عندي نقطه على الكره الارضيه اللي هي نقطه الف، اللي هي نقطه الف، النقطه ديت لو انا وصلت خط طول المر بيها، خط طول المر بيها اللي هو خط طول نقطه الف، جيت اوصل المر نصف قطر الارض المر بنقطه الف من المركز لحد نقطه الف، ده مركز، ده نصف قطر الارض المر بالنقطه. لو انا جيت اشوف زاويه ميل نصف قطر الارض المر بالنقطه على مستوى الاستواء، الخط اللي انا رسمه ده هو ده خط
موجود في مستوى افقي، ده خط موجود في مستوى افقي اللي هو مستوى خط الاستواء، زاويه من نصف قطر الارض المر بالنقطه مع مستوى الاستواء اسمها فاي، ده زاويه خط العرض اللي هي زاويه ميل خط نصف قطر الارض المر بالنقطه مع مستوى الاستواء اللي هو فاي. وعندي لندا اللي هي عباره عن ايه؟ اللندا دي زاويه مقاسه في مستوى الاستواء بين خطين، الخط ده هوت والخط ده، ايه الخط ده والخط ده؟ دايرة زوال جرينتش، خط زوال جرينتش او خط طول جرينتش بيتقاطع مع الاستواء في الخط ده، في الخط اللي انا رسمه ده. وخط طول النقطة نفسها بيتقاطع مع الاستواء في الخط ده، الزاوية بين الاتنين دول اسمها لامدا، هي زاوية خط الطول، الزاوية المحصورة بين مستويين كل من هو دائرة عظمى، الأول مستوى زوال جرينتش والثاني هو مستوى زوال النقطة نفسها. بس قص في مستوى الاستواء اللي هو لامدا. يبقى فاي زاوية خط العرض، زاوية ميل نصف قطر الأرض المر بالنقطة مع مستوى الاستواء. لامدا زاوية خط الطول، زاوية مقاسة في مستوى الاستواء بين مستويين، مستوى الاستواء، مستوى زوال جرينتش ومستوى زوال النقطة نفسها. فهمتوا فاي ولامدا يا شباب؟ الاتش هنا فين؟ الاتش خليه بس، فهمتوا فاي ولامدا الأول؟ ايوه طب لو انا عندي نقطة ألف في المكان ده يا شباب، بصوا كده نقطة ألف، الفاي تبقى كام؟ اللي انا لو كان عملت عليه دايرة النقطة دي صفر. صفر. طب لو انا عند القطب الشمالي ها تبقى كام؟ 90 90 90، والقطب الجنوبي 90 90 سالب صفر. بالسالب. تمام. طب لندا يا شباب لو انا واقف بالنقطة انا، ركزوا بقى معايا، لو انا واقف بالنقطة دي هنا لندا تبقى كام؟ صفر بره. صفر. اتحركت ان انت تتحرك وانا ماشي في الاتجاه ده بتزيد معايا لحد ما لفيت نص دورة، يبقى 180 ايه؟ درجة ناحية الشرق. ممكن الف العكس في نص الكرة الأرضية الثاني، يبقى 180 درجة غربا. اتش بقى يا شباب لو انا عندي نقطة جبل، نقطة زي نقطة ألف كانت عالية هنا كده، فين اتش بتاعتها؟ قيس الارتفاع بينها وبين سطح الاليبسويد، قيس الارتفاع بينها وبين سطح الايه الاليبسويد، هو ده اتش يا شباب. حد عنده مشكلة شاف؟ لا تمام. دي الاحداثيات الجغرافية فاي ولندا واتش. هنرجع بقى للشغل بتاعنا، نعرف ازاي نحول من فاي ولندا واتش الى اكس واي وزد والعكس. دي التحويلات بقى يا شباب، دي التحويلات من احداثيات جغرافيه لاحداثيات كارتيزيه، ازاي نحول من فاي ولاندا واتش الى اكس وواي وزد. عندي ده فاي اهيت، وعندي ده لاندا، وعندي اتش، هنضيف عليهم مجهول كمان اللي هو ار 2 اللي هو نصف قطر الانحناء الثاني، تقدر تجيب اكس. طب اجيب واي ازاي؟ ار 2 زائد اتش في كوزاين فاي في ساين لاندا، هو نفس المعادله بس بدل كوزاين لاندا هتبقى ساين لاندا، تجيب الواي. اجيب الزد ازاي؟ بي تربيع على اي تربيع في ار 2 زائد الاتش، كل ده في ساين فاي. الاتش معروفه وفاي معروفه واي وبي معروفين الخاصين بالاليبسويد، والار 2 اللي نصف قطر الانحناء الثاني، نصف قطر الانحناء الثاني. الار 2 دي ليها قانون يعني؟ الار 2 انت لو تفتكر
لسه احنا شارحين القانون بتاعه، الف على واحد ناقص ف واحد تربيع في ج تربيع فاي اس نص. لما قلت لكم هو مجهول في فاي، ركزوا معايا عشان دي هتقابلنا في المساله واشرحها لكم. الار 2 مشكلته ان هو مجهول في احد الاحداثيات اللي هي زاويه خط العرض فاي، بس هو ليه قانون هنحسبه منه. يبقى احنا هنا معانا اربع معادلات، ف واحد ف اتنين ار واحد ار اتنين، دول هيدخلوا معانا في التحويلات. التحويله يا شباب من فاي ولامدا واتش الى اكس واي وزد سهله، ما فيهوش اي مشكله خالص، المعادلات كلها ايه مباشره. نسيب بس اقول لكم ان الاليبسويد المستخدم في مصر هو دبليو جي اس 84، ده الاليبسويد اللي احنا بنعتمد على الاي والبي والجي بتاعته في مصر. التحويل بقى من كارتيزيه الجغرافيه، عشان تحول من كارتيزيه يعني انت معاك اكس واي وزد، عايز تجيب فاي ولامدا واتش. اللامدا زاويه خط الطول تيجي ازاي؟ تان ماينس 1 واي على اكس. طب ماشي، ما ده مباشره يا باشا، واي مباشره واكس مباشره معانا، تجيب منها لامدا. تمام، خليك معايا. فاي بتساوي تان ماينس 1 زد، ماشي زد مباشر، اف 2 تربيع، ها اف 2 تربيع اللي هي زاويه خط نصف قطر الانحناء الثاني او زد، ده الاختلاف المركز الثاني في بي في بي في ساين تكعيب سيتا، ساين تكعيب سيتا على بي ناقص اف 1 تربيع في ايه في كوزاين تكعيب سيتا. ايه بقى ايه القانون ده؟ في حاجات مختلفه عندي اللي هي السيتا وعندي بي تحت. ايه سيتا وايه بي؟ البي جذر اكس تربيع واي تربيع، بي دي اسمها بولر، بولر جذر اكس تربيع ناقص زائد واي تربيع، يبقى معايا اكس وواي، هجيب منها كمان معلومه عندي اللي هي البي. السيتا السيتا يا شباب بتساوي تان ماينس 1 زد على بي في، يبقى البي اللي انا هجيبها فوق ده هستخدمها في القانون ده، وهستخدم معاها A و B و Z نعرف نجيب السيتا. يبقى انت يا شباب عندك هتحسب اول ما يبقى معاك X و Y و Z، عايز تحول الى احداثيات جغرافية، جيب الاول B وجيب سيتا. B جذر X تربيع زائد Y تربيع، سيتا تان ماينس 1 زد في A على B في V. هنشوف الكلام ده في المسائل. عندي هنا شاب فاي بتساوي تان ماينس 1 زد زائد F 2 تربيع في بي في ساين تكعيب سيتا على بي ناقص اف 1 تربيع في اي في كوزاين تكعيب سيتا. خلاص الزد معروفه موجوده في المعطيات بتاعه المساله، البي ده خاصه بالاليبسويد، اف 2 الاختلاف المركزي الثاني ليه قانون، ساين تكعيب سيتا احنا حسبنا السيتا خلاص، بي ده احنا حسبنا البولر خلاص، جذر اكس تربيع زائد واي تربيع، اف 1 تربيع ده الاختلاف المركزي الاول نحسبه من القانون. ايه موجوده في الخصائص بتاعت الاليبسويد؟ السيتا حسبناها، تلاقي كل المعادله اتحسبت، تعرف تجيب الفاي. الاتش يا شباب اللي هي الارتفاع الاليبسويد اتحسب ازاي؟ البولر اللي هو ده اللي احنا حسبناه ده على كوزين فاي ناقص ار 2. هل ينفع يا شباب اجيب الاتش قبل الفاي؟ لا يا باشمهندس، ما انا هستخدمها في القانون بتاع الاتش. بالظبط بالظبط كده يا شباب، انا لازم أنا اجيب فاي الاول عشان فاي اصلا مستخدمه في قانون الايه؟ الاتش، فاي مستخدمه في قانون الاتش. وكمان لو انت لاحظت في هنا ار ايه؟ ار 2. ايه ار 2 ديت؟ نرجع تاني للقانون، ها؟ ار 2، الار 2 يا شباب مجهول في ايه برضه؟ ها؟ الار 2 مجهول في اتش. اذا المعادله دي يا شباب الاتش ديت لازم انا اكون جايب الفاي قبلها. الكلام ده شبه هنشرحه افضل في امثله، عندي مثالين. عندي برضه بيقول لي تم رصد نقطه بواسطه مستقبلات نظام جي بي اس بغرض تحديد احداثاتها الكارتيزيه، كانت مخرجات النظام احداثيات جغرافيه، علما بان الاليبسويد ده جي اس 84. دبليو جي اس 84 الجيم بتاعته 1 على 298 و257 من الف، والالف الالف بتاعته موجوده عن طريق جيم والف. هنحسب ايه يا شباب؟ هنحسب العنصر الثالث اللي هو هنحسب العنصر اللي هو ب. يبقى انت جيم وعندك الف وعندك تعرف تجيب منهم ب. معاك بقى مديك هنا فاي ومديك هنا لندا ومديك اتش. فاي ولندا واتش دي الاحداثيات الجغرافيه، ازاي اجيب منها الاحداثيات الكارتيزيه؟ خلينا في المساله دي الاول.
طب يعني اخر يوم خطه ايه؟ هنا شبهية جيم بتساوي ألف ناقص ب على ألف، طبقت في القانون ده جبت ب، معايا الجيم ومعايا الألف اهيت، هجيب من هنا إيه؟ الب، جبت الب. عايز أجيب بقى إكس واي وزد، تعال نبص على معادلة الإكس كده، آر 2 زائد إتش في كوزاين فاي في كوزاين لامدا. كوزاين لامدا ده حاجة مباشرة، كوزاين فاي ده حاجة مباشرة، موجودين في القانون أهو فوق، موجودين في المعطيات بتاع المسألة، فاي ولامدا. واتش موجوده كمان مباشر، ايه اللي يحتاج يتحسب؟ ار 2 اللي هو نصف قطر الانحناء الثاني. نيجي نكتب نصف القانون بتاع نصف قطر الانحناء الثاني، ار 2 بتساوي الف على واحد ناقص ف واحد تربيع في ج تربيع فاي اس نص. ايه اللي محتاجه عشان احسب ار 2 يا شباب؟ محتاج احسب ف واحد، محتاج احسب ف واحد، هي دي اللي تخليني احسب ار 2. نقوم كاتبين قانون ف واحد، جذر الف تربيع ناقص ب تربيع على الف تربيع، الف وب معلومين، نعرف نجيب ف واحد. نستخدم فيه واحد بقى في القانون ده عشان نجيب الار ايه؟ 2. نقول ار 2 بتساوي ايه؟ الف على واحد ناقص فيه واحد التربيع اللي احنا لسه حاسبينها في جا تربيع فاي اللي موجوده في معطيات المساله اللي هي دي اس نص، جبنا الار 2 يا شباب. تستخدم ار 2 في المعادله بتاعت الاكس ديت تجيب الاكس. معادله الواي ار 2 زائد اتش كوزين فاي ساين لامدا، هي هي بس بدل كوزين لامدا ساين لامدا، تعرف تجيب الواي. الزد يا شباب بتساوي بي تربيع على ايه تربيع، معروفين في ار 2، ما احنا لسه حاسبين ار 2 اهي اللي هي دي لسه حاسبينها، في ساين زائد اتش في ساين فاي، كل ده معلوم، نقدر نطبق تطبيق مباشر ونجيب الزد برضه يا شباب. يبقى انا عندي فاي ولامدا واتش، تعرف تجيب اكس واي وزد بسهوله جدا، ببساطه تكتب المعادلات، اللي محتاجه في المعادلات بس هو الار 2. الار 2 عشان تجيبه هتحتاج فيه واحد، تقوم جايب فيه واحد، ترجع تجيب ار 2، ترجع تطبق في الثلاث معادلات. حد عنده مشكلة في الكلام ده شباب؟ تطبيق مباشر في القوانين. ها يا شباب حد عنده سؤال في الجزئية دي؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام. المثال الثاني يا شباب، معايا اكس وواي وزد مديهم لي، عايز نجيب الفاي واللامدا والاتش. نروح للمسألة، دبليو جي اس 84 ادى الجيم والالف والباء عرفناهم، كنت قلت لكم بقى ملحوظه مهمه جدا، وانت بتحول من كارتيز الجغرافي جيب بعدين جداد اسمهم بي واسمهم سيتا، دول اللي عايزين نجيبهم الاول. نروح تاني للمسألة، البي جذر اكس تربيع واي تربيع، ما هي الاكس والواي معروفه هي في معطيات، نجيب منها البي. السيتا تان ماينس 1 زد في ايه على بي في، عندي الاي والبي معروفين والبي للبولر حسبناه والزد موجود في معطيات المساله، يبقى تعرف تجيب بسهوله السيتا، حسبنا السيتا. اللامدا يا شباب، قانون اللامدا تان ماينس 1 واي على اكس، ده قانون مباشر لان الواي والاكس مباشرين معايا، نقدر نجيب لامدا. ايه والبي دول اللي هم الالف والب؟ الله ينور عليك، الاي والبي اللي هم الالف والب الخاصين بالاليبسويد. تمام يا باشمهندس، بتجيبهم ازاي؟ بيبقى مديك جيم واديك الف تحسب منهم الباء. الفاي بتساوي ايه؟ تان ماينس 1 زد زائد اف 2 تربيع في بي في ساين تكعيب سيتا على بولر اس اف 1 تكعيب في ايه في كوزاين تكعيب سيتا. السيتا احنا لسه حاسبينها فوق، خلصنا منها. البي والايه الخاصين بالابسود اللي هو الالف والباء. الاف 2 والاف 1 يا شباب هم دول اللي هنحسبهم، ادي حسبناهم هنا اهو. ده الاف 2 والاف 1 حسبناهم القوانين بتاعتهم، اللي هو الف تربيع جذر الف تربيع ناقص ب تربيع على الف تربيع، وجذر الف تربيع ناقص ب تربيع على ب تربيع حسبناه. البولر حسبناه، الزد موجود، نقدر نجيب يا شباب فاي تطلع ب 38 وشويه. بعد ما نجيب فاي نجيب اتش ازاي؟ بولر على كوزين فاي ناقص ار 2، بولر محسوب، فاي احنا لسه جايبينها دلوقتي اللي هي 38، ار 2 نصف قطر الانحناء، اه ده ليه قانون، الف على واحد ناقص ف واحد تربيع في جا تربيع فاي اس نص، الف معروف فيه واحد لسه حاسبينه فوق، فاي لسه جايبينها، نعرف نجيب الار 2 بسهوله عن طريق الار 2 تطبق وتجيب الاتش. حد عنده مشكله في المثال ده يا شباب؟ باشمهندس لو سمحت، هو ايوه معاك. دبليو جي اس 84 دي منها الجيم والالف والب دول معضله يعني؟ بص يا باشمهندس، دبليو جي اس 84
ليهم جيم والف وب ثابتين، زي ما اقول لك مثلا اس جي اس 85 ده الاليبسويد الثاني لجيم والف وب. المفروض انت تكون حافظ الارقام الخاصه ب دبليو جي اس 84 عشان لو ما ادكاش في الامتحان دبليو جي اس 84 الجيم والالف والب كام انت تكون عارفهم. وبرضه هتساله الدكتور برضه اذا كان هو هيديه لكم في الامتحان ولا نحفظهم الخاصين بالدبليو جي اس 84. هو في الشيت ماشي مديهم لنا. طب خلاص يبقى هو طبيعي احفظ عشان جيم والف، احفظ جيم والف واحسب منهم الب. تمام. احفظ جيم سهله، الف سهله، احسب منها على طول ب. بس الفكره بس يعني هي المساله مساله مباشره خالص، تعويض مباشر في القوانين، بس هي القوانين صعبه شويه. القوانين صعبه شويه وفي قوانين متفرعه من بعضها، فهي دي المشكله بس. الناس شايفه الموضوع سهل جدا، الناس بس تحاول تطبق في القوانين بايديها بس. في بس شاب حد يعني وقع منه حاجه عيدها له. هو كده السكشن خلص؟ المفروض خلص. اه حد بس عنده سؤال حته وقعت منه عيدها له. اه فرصه. تسلم يا الناس. طب خليكم معايا بعزكم، ما حدش بس يعمل ليف على مبعد الغياب بس. طب باشمهندس، هو الكتاب بتاع المساحه نزل ولا لسه؟ والله اسالوا الدكتور بقى، او روحوا معمل المساحه عند الاستاذ صلاح واسالوه، لان انا مش عارف حقيقه بصراحه نزل ولا لا. تمام، شكرا. العفو حبيبي. خلاص كده يا شباب، انا خدت الغياب اهوت، اعملوا ليه بقى خلاص. ماشي يا شباب، اي خدمات؟ في شيت بس يا باشمهندس، في شيت ولا مفيش؟ ولا يا سلام، شفت بقى الطلبه اللي بتحب تعمل شيتات؟ اعمل شيت يا ريس وماله. لا لا مش بعمل، بس بسأل بس عشان نعرف بس. لا لا وماله، انا والله بص ما كنتش اقول لكم في شيت، بس عشانك انت بقى نعمل شيت وماله. ما عشان هو يعمله، هو يعمله هو. يعني احنا خلاص. ايه الباشمهندس اللي كان بيسأل على الشيت ايه اسمه؟ ايه؟ مصطفى سامي. اسمه مصطفى سامي، اسم رباعي، عايز خماسي، اسم خماسي. مصطفى سامي ايه؟ مصطفى سامي غنيم يا باشمهندس. مصطفى سامي محمد غنيم. مصطفى سامي محمد غنيم. اعمل الشيت يا مصطفى يا سامي محمد غنيم، والباقي ممكن نسمح لهم بقى الاسبوع اللي بعد الجاي، مش مشكله. ماشي. بس هو الشيت اصلا ايه بقى؟ انا شيت بقى اصلا معرفش بقى، اتصرف بقى انت يعني، شوف بقى انت راجل بقى مستعجل على الشيت. هنعمل كل حاجه يعني، هنجيب لك الشيت كمان. تدور مع نفسك بقى يا مصطفى. معرفش والله مش مهم. خلاص بهزر يا هندسه، بهزر خلاص. الشيت اللي هو التمارين اللي بيكتب. انا هبعته له انا هندسه، انا هبعته هو زميلك هيحل لك المشكله، هو يبعته لك عشان عايزك تحل الشيت. باشمهندس هو مش عارف اصلا الشيت بس. خلاص يا شباب، خلينا الشيت باذن الله موجود في الكتاب، هيبقى فيه نظري وهيبقى فيه مسائل زي اللي انا حلتها لكم ديت، مسائل مباشره، بس يخليه الاسبوع اللي بعد الجاي، مش شرط الاسبوع اللي جاي يعني. ماشي، لحد ما الكتاب ينزل والدنيا تبقى واضحه معانا يعني. ماشي يا باشمهندس، حضرتك ان شاء الله هتبقى معانا طول الترم مش كده؟ والله قدركم بقى، لو قدركم مش حلو هبقى معاكم ان شاء الله طول الترم. لا لا حضرتك حلو جدا بس. والله انا فهمته يعني ولا ايه؟ انا حاسس ان انتوا مش فاهمين، الاونلاين ده بوظ الدنيا خالص. عادي والله، شغال يعني كويس، شغال بالنسبه لي يعني. بالنسبه للاول الاونلاين اللي حوالينا، لا ده كان زي الفل يعني. والله طب خلاص طمنتني يا هندسه. بس انا اصل باشمهندس اسمه السيد خليفه كان دخل لنا يعني، جه الاسبوع اللي فات لغى السكشن، وحتى امبارح بالليل لغى السكشن، وجيت حضرتك. انا اصلا